السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة نادي ريال مدريد أمام نادي ديبورتيفو ألفيس بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء 24/9/2024، مباراة في الجولة السابعة من الدوري الأسباني. ريال مدريد في مواجهة ديبورتيفو ألفيس بإذن الله تعالى. المباراة معادها الساعة 10 مساء توقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراه معادها الساعه 11 مساء بتوقيت الامارات وسلطنه عمان، والساعه 9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعه 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعه 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناه الناقله للمباراه قناه بي ان سبورتس اتش جوان الاولى، والمعلق عصام الشوالي. ملعب المباراه ملعب سانتياغو برنابيو، الجوله السابعه من الدوري الاسباني. متابعينا الكرام، اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.